بينضم إلينا أيضا من كييف دكتور نيكولا باستن الأستاذ بجامعة كييف. برحب بحضرتك يا دكتور. يعني بداية سألقي عليك نفس السؤال الذي تحدثت فيه مع دكتور محمود، يعني كيف تنظر للتطورات الجارية الآن بين روسيا وأوكرانيا وما تؤثر به على المنطقة وعلى هذه الحرب في الأيام القادمة؟ السلام عليكم. نعم، هذه هي مرحلة مهمة جدا، حيث بدأت عملية كورسك وأخذت القوات الأوكرانية نجاحا ملموسا وسيطرت على أراضي واسعة في روسيا داخل روسيا، وهذا قد يغير مسار هذه الحرب. قبل ذلك لم تفقد روسيا أراضيها منذ عقود، وهذا يعني أن القيادة الروسية والجيش الروسي اضطر إلى اتخاذ خطوات أخرى، ولذلك طبعا يشكل أساسا جديدا للمفاوضات المستقبلية التي تتكلم عنها الرئيس زيلينسكي والسياسيون العالميون أيضا، حيث من قبل كانت مشكلة كبيرة أن كانت تعطل هذه المفاوضات، حيث كانت يعني شروط روسية وشروط أوكرانية تختلف تماما. الآن روسيا كانت تعتقد أنها يعني أخذت زمام المبادرة وهي في موقف قوي وتستطيع أن تقدم طلبات وتفرض شروط. الآن هذه المرحلة الجديدة قد يغير كل ذلك الوضع. برأيك دكتور نيكولا، يعني ما هي الأهداف من وراء التوغل في كوريسك ويعني ربما ما نشهده الآن من يعني خطوة قامت بها روسيا وهو مسألة إجلاء المواطنين المدنيين من المنطقة، الهدف الأوكراني من ذلك؟ الهدف أعتقد هناك أهداف عدة أهداف، وفي خطابه أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى هدف إنساني مهم جدا، وهو يعني تمكين عملية تبادل الأسرى. أخذ الجيش الأوكراني كثير من الأسرى الروس، والآن من الممكن تبادلهم بالأسرى الأوكرانيين، هذا أولا. وثانيا يمكن الحديث حول تبادل الأراضي أيضا. الآن يمكن أن تطلب أوكرانيا من روسيا انسحاب من الأراضي الأوكرانية المحتلة يعني مقابل أو نظير الأراضي الروسية التي احتلتها أوكرانيا، هذا ثانيا. وثالثا روسيا تسيطر بشكل غير قانوني على محطة نووية في زاباريجيا، وهذا دائما يسبب مخاطر ومشاكل. والآن اقتربت القوات الأوكرانية من محطة كورسك لطاقة نووية، وهذا أيضا سيشكل ورقة ضغط على روسيا لتترك وتنسحب من محطة زاباريجيا. وهذه هي بعض المحاور، وهناك طبعا يوجد نقاط كثيرة أخرى من الصعب ذكرها كلها. لو تحدثنا عن يعني توقعات حضرتك دكتور نيكولا حول الوضع الآن و سيناريوهات الرد الروسي على هذا التوغل الأوكراني في كوريسك. الرد الروسي من الواضح أن صعب جدا على روسيا
الرد المتوقع والمعقول هو أن تأخذ روسيا بعض وحداتها من مناطق شرقية في أوكرانيا من دونيتسك وتنقلها إلى كورسك لحماية تلك المنطقة، ولكننا نرى أن السيارات الروسية لا تفعل ذلك، هي تحاول مواصلة الهجوم والتقدم في دونيتسك، وبسبب ذلك تتمكن القوات الأوكرانية من مواصلة الهجوم والتقدم في كورسك، ونرى أن روسيا لا تمتلك ما يكفي من المعدات ومن الأفراد من الاحتياطات لحل هاتين المهمتين في الوقت نفسه. وأعتقد أن القيادة الروسية الآن في ورطة، في وضع صعب جدا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتور نيكولا باستن الأستاذ بجامعة كييف على هذه المداخلة وهذا التحليل.